أحداث الحلقة السابعة من مسلسل 2024. أتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة ويلا نبلش. بالمشهد الأول بعد ما تعرف إنه أخد لبنته وحطها بالأوضة، بتقله سما للؤي شو بيك أنت مفصوم؟ هلأ كنت منيح معنا، شو عم بيصير معك؟ بقلها بوعدك إنه ما يصير له شي لبنتك، أنا إنسان كبير ما بقبل يصير له شي، كيف بنت صغيرة؟ أنت بس ساعديني بهاي القصة وبنتك بتضل هون معززة مكرمة. بيروح هو، بترجع بتطلع لعنده بتقله طب ليش انا؟ في الف واحد غيري، في الف حدا غيري بيقدر يساعدك، تركني انا ما بدي مشاكل. فبيقول انت اذا طلعتي لهون في برقبتك جريمتين قتل، يعني انت ملاحقه وبي مات على ايدك، وانت اصلا من الاول بهيدي القصه وشاطره بالتمثيل. بتقله اذا حياه العبد الله زبطت معي مش يعني كل الشخصيات تزبط معي. بصير يقول انت قويه وهيك، فبتقبل معه وبتقله شو لازم اعمل. بيقول لها الغول بتركيا، انا بدي رجعه على الحديده، بدي رجعه للصفر، بدي انتقم منه، فبدنا نروح انا وياكي على اساس مزوجين رايحين نشتري مخدرات. بتقول له هلا انت عم تحكي عن جد؟ هيدي الشغله بدها شهور لحتى نتفق عليها ولحتى نقدر نمثل هيدا الشيء. بيقول له ما تخافي الخطه جاهزه. بتقول له بس انت عم تخاطر فينا. بيقول له وثقي فيي، انا في ناس وراي داعميني. بتقول له كيف وانا ما في سفر بالمطار؟ بيقول له ما تخافي نحن رايحين بالبحر. بتقله مين الناس اللي وراك؟ بيقلها مش ضروري تعرفي. بتقله عماد كرم ما هيك؟ بيقلها ما خصك. بتقله قبلاني بس عندي شروط. بيقلها شو انت هلا جاي عم تتشرطي؟ بتقله ما بكفي بلا هالشروط. بيقلها شو هي؟ بتقله اذا صار لي شيء بتعطي ميرا للعميد غسان بشعبة المعلومات. بيقلها ماشي. بتقله اذا لنخلص، اذا نجحنا بهاي القصه بتعملي باسبورات جديده ومنسافر انا وبنتي وكل واحد منا بطريق. بيقلها اوكي. بتقله بدي اخذ بنتي معي. بيقلها لا ما فيكي تاخديها لانه اصلا كتير خطر عليا، بس بوعدك انه كل يوم بتحكي معها. بتروح سما بتحكي مع بنتها وبتقلها انه في حدا مش منيح ابدا بدي سلمه للشعبة ومضطر يغيب عنك كم يوم. وبتقلها القصة انه بس لحتى نخلص من هيدي المهمة رح نعيش حياتنا مثل ما كنا. سما بتشوف رسمية وبتقلها اذا انا وهونيك بتأذي بنتي بكلمة وحدة متلومي الا حالك، بجو بقتلك. بتقلها رسمية إذا عم تنفذي اللي عم يطلبوا منك لؤي، بنتك من هاي العين قبل هاي العين. بتقلها سما كلمة وحدة إذا بتحكي معها، عجهنم الحمرة بالحقك. الريس عماد بيعمل لهم هويات وباسبورات مزورة، وهم ببلشوا شغل. منشوف واحد عم يحكي مع سما وعم يقلها إنه الكاميرات كلها صارت مهكرة يعني. بتفوت سما على محل الأزياء وبتطلب فساتين تمويه، وهن بيكون هدفهم صاحبة محل الأزياء وزوجة، فبتقدر تعرف الغرفة السرية تعيد صاحبة المشغل وبتنطرها بمكتبها. فلما بتفوت بتحط الفرد براسها وبتاخدها وبتروح. بنفس الوقت منشوف لؤي ناطر زوجها لصاحبة المشغل، بنعرف انه اسمه شادي. لما يلقطوا لؤي بيقله انه نحن لازم نشتغل سوا، فبياخدون على مطرح وبيقولولن رح نخليكن اسبوعين هون وبتمنى انكن تساعدونا وتمشوا معنا بالقصة. فبدي اقول لها شريكتها او رفيقتها، بتقول لها انه انت وينك وشو صار معك؟ بتقول لها ولا شيء، رايحه انا وزوجي على قبرص، فانت اهتمي بالمشغل والمحل هدول الاسبوعين. بتقول لها ماشي. فبنعرف انه سما ولؤي رح يكونوا بدل هول الزوجين بتركيا، يعني رح ياخذوا لهم شخصياتهم، ورح يحبسوا شادي ومرته عندهم لبين ما خلصوا المهمه. بيسالها لؤي لسما ليش هيك ضربتيها؟ بتقول له والله ما قلتوا لي انها بتعرف تدافع عن حالها، هول التفاصيل لازم نعرفها والا بنفوت ب 600 حيط. ونسيت اني اذكر لكم انه في معلومه قالوها انه صاحبين الشغل تبع المافيا وهيك ما حدا بيعرف شكلهم، سو الغول ما حيعرفون انه هن ولا لا. وهول صورهم من رحلتهم على تركيا. بيوصلوا على الاوتيل، بتقول له ما في داعي ذكرك انه انا حنام باوضه النوم وانت بتنام بالصالون، ممنوع تفوت على اوضتي ابدا. واول ما يفوتوا على غرفتهم بيكون الغول ناطرهم. فهي بتفوت اول شيء بتطلع بتنصدم، بترجع بتعيط له بتقول له شادي تعا حبيبي شوف مين هون. لما يفوت لؤي بيقول له الغول نورت اسطنبول. وهيك بتكون خلصت الحلقة. بتمنى تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة، بحبكم كتير. باي باي.